في لك عندي بشارة كتير حلوة. عن جد سيدي؟ الظاهر قربنا نعرف وين متخبي أبو راشد. عن جد سيدي؟ عن جد لك عن مزاح. يعني حنعرف وين تابعت؟ معلوم لك شلون؟ الله يبشرك بالخير يا سيدي، الله يبشرك بالخير. قوم روحي، روح جهز حالك واعمل مثل ما قلت لك. يلا أمرك سيدي أمرك. صباح الخير. هذا الكديش لو شو بدك فيه؟ هلا ما بتلاقيه غير مثل التور دفش الباب وفات. لأنه سكون عادتنا بالحارة مو مواتية، مو مواتية. تتذكر لك سلمون؟ شو بدي اتذكر؟ تتذكر لما نطينا انا وياك على بيت ابو شريف وسرقناه؟ تنذكر ما تنحط ان شاء الله. بس شو بدك بالحكي؟ والله كانت ايام حلوة حلوة. كلا كان شلون؟ هلا لي وقتها كنا عايشين بالحارة، مو مثل هلا عم نطوت من قرنة لتانية. ايه كنا عايشين طيلسي بطيلسي. اي والله وعلى حب الله. خليك انت وياه هون. رحمة الله عليك يا ابو شريف. فضلت راسنا. المي. يا الله يا الله. يا لطيف
الله أكبر الله أكبر. صبري يا فندي، صبري يا فندي، صبري يا فندي. لك شو بك يا أبو عارف؟ ليش عم تصرخ؟ شلهوب يا صبري يا فندي. شو بو شلهوب؟ مقتول. عمى وينه هلا؟ جنب بيت المختار سيدنا. ماشي روح لحقك. حاضر. وينك؟ نعم نعم سيدي. ما تحركون مطرح ولا اجي. حاضر سيدي. ركض. اعطيني مكتبي يا ابني. لا تقولها سيدي. أمرك سيدي. جاي لعندك فورا. والله وخلصت منك يا شلهو بالكل. هدول عملوا هيك لحتى يورطوني أنا وأهل الحارة بقتله. ومين فكرك يكون عملها؟ مين في غيره؟ هو وبس. مين؟ صبري الزفت. هلأ معقول صبري قتل زلمته يا مختار؟ يا أبو عزيز، صبري مشان المصاري بيقتل كل أهل الحارة حتى أمه وأبوه. خير صبري يا أفندي؟ طلبتني؟ ما سمعت شو صار؟ سمعت إنه مساعدك الخاص لو مقتول بالحارة عندك. مشان هيك أنا طلبتك لحتى تساعدني مشان نكشف القاتل. تمام، هي شغلة كبيرة بحق السرايا. لك هي إهانة شخصية إلي أنا. إهانة شخصية؟ أول مرة قتلوا رشدي بيك، بعدين حاولوا يقتلوني أنا، وهلأ قتلوا لي أعز واحد بيشتغل عندي بالمكتب. ما في شيء بيضل مخبى يا صبري يا أفندي. أنا طلبت قوة كبيرة من السرايا مشان يحاصروا الحارة. يعني هلأ أنت بتقدر تفوت على أي بيت وتنكتو نكت. أمرك مثل ما بدك. موفق. انكتوا لي الحارة نكت. الله يحيرك ولي على هالموتي. انت شو عم تساوي عندك؟ عم بسترزق اخي. وشك لبرات الحارة بسرعة. حاضر. جمال لو شو ما صار اوعك تقولي شي على اللي بتشوفيه هلا بعينك. حاضر ابن عمي. اي والله لو على قطع رقبتي ما بحكي. الله يرضى عليك. لك الحارة سبب كل مشاكل الدولة لك زهير، مشان هيك بدي تنكتلي اياها نكت وبتدور لي على مسدس شلهوب لانه اللي سرقه هو اللي قتله. حاضر سيدي حاضر. وسمعت لك شغلة تانية كمان، انه الذهبات المسروقة من بنك سوريا ولبنان مخبئين بالحارة. شلون سيدي؟ مشان هيك بدي اياك تروح تدور عليهم هلا قبل ما يفوتنا الاوان وما يطلع لنا منهم شيء. امرك سيدي. ولا تنسى لك زهير، لك مكافاه 50 ذهبي كل وحده تنطح الثانيه. لا تاكل هم سيدي. يلا روح على شغلك بسرعه. احترامي سيدي. شد لي حيلك. خير شو في؟ بدنا نفتش البيت مختار. بس هاي الغرفه لا حدا يفوتها لانه فيها حريم. ايوه. وهذا البير شو فيه مختار؟ والله انزل وشوف شو فيه. ما عرفتوا مين اللي قتله لشلهوب؟ رح نعرف مين.
وبس نلقطه بدنا نعلق مشنقته. تيراني سيدي. شو في زهير؟ سيدي بدنا نفتش هذا البيت لأنه هذا آخر بيت لازم نفتشه. ما في داعي تفتشه. شلون سيدي؟ قلت ما في داعي لأني هلأ فتشته للبيت وما لقيت فيه شيء. بس صبري أفندي قايلي فتش كل بيوت الحارة. بتروح بتقول له لصبري أفندي إنه فوزي أفندي فتش البيت وما لقى فيه شيء، ومن اليوم ورايح هذا البيت ما حدا بيفوته لأي ظرف كان. مفهوم؟ مفهوم سيدي مفهوم. الله معك. ترامي سيدي حركوا. عن جد أنا ما بعرف كيف بدي أتشكرك فوزي أفندي. أنا هذا اللي قدرت عليه، بس ما بعرف إذا أجو الدرك يمكن ما أقدر وقف بوشه. برجع بقلك لازم تسلموا المسدس للسرايا. يلي مثل أبو رسلان ولاده ما لازم يبقوا عنا بالحارة، وكمان لازم هاي الحارة كلهم يوقفوا معي مشان طلعوا من الحارة.